الشاعر المعروف نواف أبو عمر ابن قرية الكفر محافظة السويداء، يسعد أوقاتك. تحياتي لك أستاذنا الكبير الشاعر والإعلامي المعروف كمال إبراهيم من جليل في فلسطين الحبيبة، ومن خلالك أوجه تحياتي إلى شعبنا العربي الأبي في فلسطين الحبيبة بكل مسمياته وبكل شرائحه الاجتماعية. أستاذ نواف، أطلعنا على حصيلة التفجيرات الآثمة التي تعرضت لها مدينة السويداء وقرى الريف، وعن مراسم تشييع جثامين الشهداء وأين تمت؟ نعم أستاذنا الكريم، في صبيحة 25 من هذا الشهر تعرضت مدينة السويداء وريفها الشرقي إلى أكبر هجمة في تاريخ البشرية منذ أن سكنت محافظة السويداء، فقد هجمت بعض من القرى الشرقية على أطراف البادية من قبل عصابات الغدر والخيانة، وتم وقد استطاعوا الدخول إلى مدينة السويداء حيث تم تفجير أكثر من 3 تفجيرات في قلب مدينة السويداء، وراح ضحيتها العديد من الشهداء الأبرياء. في القرى الشرقية قبل انبلاج الضوء دخلوا إلى بيوت أهالي القرى بحجة أنهم ضيوف، وما كان منهم إلا أن يحرقوا البيوت ويقتلوا النساء والأطفال والشيوخ العجاز. فدب الصايح والمفزع في قرى السويداء قاطبة، وصاح المفزع وين راحوا النشامة؟ فهبوا رجال بني معروف من كل حدب وصوب للذود عن حياض الوطن والدفاع عن الأرض والعرض. فكان شبابنا من كل حدب وصوب يتفازعون إلى أرض القتال بصدورهم العارية وزنودهم الفتية السمراء، يلقنون عصابات داعش الخونة دروسا في التضحية والفداء والدفاع عن أرضهم وعن عرضهم وعن هويتهم الوطنية. أستاذ نواف، ما هي حصيلة الشهداء؟ كم عدد القتلى؟ ما هي حصيلة الشهداء؟ إلى ساعة 7 مساء من ليلة أمس كان حصيلة الشهداء من أبناء محافظة السويداء 224 شهيدا حتى ليلة البارحة مساء. وفي كل يوم تزف أعراس الشهداء في كل قرية ومدينة من مدن السويداء بأعراس وطنية وأهازيج شعبية تنبه الجسم وتنعش الحواس. فهذا قدرنا، أرادوا لنا أن نركع، فوالله نقول لهم خسئتم أيها الخونة، ما دام فينا طفل يرضع فبعون الله لا وألف لا فلن نركع. نعم، كيف تصف الوضع الآن في السويداء التي تلملم جراحها؟ الآن الوضع في السويداء بمدنها وريفها إلى يعني أقولها بصراحة، الأمن مستتب والوضع فيه نوع من الحذر، لكننا ما عرفناه من عصابات داعش بأنهم يوجهون لنا المحاذير ويوجهون لنا التهديد في كل لحظة وفي كل برهة من الزمن، وسيجعلون كما يقولون بأنهم سيجعلوا من السويداء كتلة من نار، ولكنني أقول لهم باسم جماهير السويداء بأحرارها شيبها وشبابها، خسئوا فالسويداء عصية عليهم وعلى كل شداد الأفاق. للسويداء تاريخ منذ الاحتلال العثماني والاستعمار الفرنسي، أعطوا للعالم بأكمله الصورة الحقيقية الناصعة عن أبناء هذه الطائفة المعروفية الأفضل. نعم أنا أقول أيها الأخ العزيز،
فأنا أقول أيها الأخ العزيز، والله سنجعل من تراب السويداء مقبرة لهؤلاء الغزاة الكفرة الذين يتسلحون بالدين غطاء لهم. فأقول والله إن الإسلام بريء منهم، أستاذ نواف بريء منهم. فأي نعم نعم، هناك بعض الاتهامات أن النظام السوري متواطئ، هناك بعض الاتهامات أن النظام السوري متواطئ ضد السويداء وأهلها، ولم يفعل ما فيه الكفاية لمنع الاعتداء عليهم من قبل داعش. ماذا تقول أنت؟ أستاذ كمال، أنت أديب وشاعر وتعرف ما لا يعرفه الآخرون. في زمن الحروب تكثر الإشاعات والحروب النفسية، وما يقال الآن ما هو إلا فتنة مرادها خلق الفوضى والبلبلة داخل المجتمع السوري بكامله. أقولها وبصوت عال، قيادتنا الحكيمة وجيشنا الباسل لن يتوانى عن أداء رسالته في الذود عن حياض الوطن في كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية. والآن وليلة البارحة الجيش العربي السوري وبسلاحه الجوي والمدفعي يدك معاقل للخونة المتآمرين من عصابة داعش. فأقولها يا أخي وبكل صدق، فاطمئن، إن هذا ما يشاع الآن ما هو إلا دليل على خلق الفتنة والفوضى بين المجتمع السوري، فلا صحة لهذا على الإطلاق. نعم، هل من رسالة توجهها لدروز الجليل والكرمل والجولان؟ ما هي هذه الرسالة؟ نعم نعم أخي، بكل احترام أقولها لك، منذ ساعات وصل إلى مدينة السويداء وإلى مقام عين الزمان قدسه الله، وصلوا مشايخ وشباب من الشوف في القطر اللبناني الشقيق لمؤازرة أبناء السويداء. وفي ليلة البارحة وأول البارحة وصل جاءنا من كل حب وصوب، من جرمان الأبية ومن حضر العذية ومن الإشرافية ومن الصحناية ومن كل مكان تواجد فيه أبناء هذه الطائفة معروفية. جاءت الفزعة بكل فصائلها وبكل شبابها لتؤازر أبناء السويداء. أما رسالتي أوجهها إلى إخواننا في فلسطين الحبيبة، أنتم يا أبناء الطائفة المعروفية الأصيلة في فلسطين الحبيبة، أينما كنتم وحيثما تواجهتم وجهوا ندائي لكم بشرف الذي نعهده بكم، أن تقفوا إلى جانب إخوانكم في جبل العرب الأشم، وهم يتعرضون الآن إلى أكبر محنة في تاريخ الجبل منذ أن سكن حتى هذا التاريخ. فثقتنا بكم أكيدة، ولنا وطيد الأمل بمواقفكم المعروفية الأصيلة. وإنني أتوجه بندائي إلى الشرفاء من أبناء هذه الطائفة وعلى رأسهم مشايخ العقل والشيخ طريف شخصيا، أن يكونوا الحصن المنيع واليد التي تمدد إلى محافظة السويداء بكل ما تعنيه الكلمة من معان. ونحن ندرك ونعرف تماما الوقفة التي وقفها هؤلاء النشامى الغيار الميامين منذ أن حلت المحنة بنا منذ سنوات أو منذ شهور لوقفتهم المادية والمعنوية. وإذا كان لابد من تضافر الجهود، فأنا على استعداد أن أوجه بما يريدون لإيصال الحق إلى أهله. تحيتي إلى كل طفل وإلى كل شيخ وامرأة في فلسطين الحبيبة وإلى أبناء هذه الطائفة المعروفية الأصيلة. شكرا لك أيها الأديب الشاعر الإعلامي الكبير كمال إبراهيم، عزز الله غطاك أنت وأهلنا في فلسطين الحبيبة. ألف شكر لك أستاذ نواف عمر على هذا الحديث، والله يرحم الشهداء ويبعد عنكم الشر وأي أذى في المستقبل. تحياتي لك ومن خلالك إلى
كل جغرافية فلسطين برا وسهلا وبحرا. شكرا.